قرنبيط بدأ ان هو خلاص يكتر، فهنعمل قرنبيط بالمقلي بس بقرمش. ازاي بقى؟ عندي قرنبيط مسلوق، نسلقه ازاي؟ نجيب القرنبيطه وقطعيها قطع كده، او هي لو في ناس بيقطعوا بسليمه، بس هي بالنسبه للمبتدئين شويه نقطعها وردات كبيره كده شويه ونسلقها. هنسلقها في ايه؟ ميه مغليه وكمون. ميه مغليه وكمون، هو الكمون لسه حتى عامل عليها شويه كده مديها لون بس بيخلي ريحتها كويسه جدا. تمام، يبقى ده قرنبيط مسلوق. عندي بقى هنا خضره، شبت بقدونس كزبره، حابه تحطي كزبره بس ماشي، في ناس بيحبوا شبت بس ماشي. الثلاثه موجودين عندك يبقى تستعمليهم هم الثلاثه احسن. هنعوز بقى شويه لبن، يعني ده قولي كده نص كوبايه مثلا، هناخد حسب ما هياخد معانا الدقيق، بس هي مثلا كوبايه الدقيق معاها معلقه كبيره من النشا، معاها معلقه صغيره من البيكنج باودر، معاها بيضه، حط بيضه او اتنين حسب ما انت عايزه، او تلاته حسب حجم البيضه كمان يعني، كمون، هحط اللهم صل على النبي ثوم مفروم عشان يديها طعم بس، وشويه الايه؟ اللبن اللي انا هعجن بيهم. هعمل عجينه طريه، ودقيق، الدقيق ده هيبقى في العجينه وبره على مرحلتين، عشان دي مهمه جدا جدا جدا. لو انا عملت عجينه بس هتلاقي بعد شويه طريت، بعد شويه لقيتيه طري، لو انا غلبته بالدقيق بتلاقيها زي ما هي ناشفه تقعد معاكي مقرمشه فتره طويله جدا. ازاي؟ هقول لك دلوقتي، بس احنا خلصنا من مرحله القرنبيط اللي انا جبته وسلقته، تمام كده؟ هناخد بقى الدقيق ونعمل طبقه التغليف، والطبقه الثانيه اللي انا هحط فيها الايه؟ القرنبيط. كوبايه الدقيق معاها معلقه كبيره نشا، معلقه كبيره نشا عشان ده الاساس بقى، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، يبقى معلقه كبيره نشا، معلقه صغيره بيكنج باودر. هطعمها بقى شويه ثوم مفروم، كمون، حط شويه بقدونس، شويه كزبره، ممكن اي حاجه من الثلاثه، ممكن حاجه واحده بس، ممكن يا شبت يا بقدونس يا كزبره حسب الخضره اللي بتحبيها، ولو الثلاثه موجودين يبقى خير وبركه. تمام كده، حط شوية لبن بقى، شوية ملح، حطيت الملح وشوية فلفل، حطيت كمون بس، ويديها ورد ريحة حلو. كركم كمان معاها جميل جدا، بس مش لاقي كركم، مش مشكلة بقى موجود وانا هقف على الكركم يعني انتوا عارفين. بسخن بقى زيت غزير كويس،